دكتور زين، اهلا وسهلا فيك معفوشيا. اهلا وسهلا فيكي. كثير بالعلاجات التجميليه غير الجراحيه نسمع عن مسميات يمكن نحن نلجا الى بحكم نتائجها ما بنعرف شو هي. من هاي الاشياء مثلا السكن بوستر. حابين اليوم نعرف متابعينا على شو يعني السكن بوستر. نظاره البشره او ابره السكن بوستر هي اساسا حمض الهايلورونيك اسيد. هي حمض الهايلورونيك اسيد، كونه مع تقدم الامر عم نفقد هايلورونيك اسيد، فاول ما صنعت هو هايلورونيك اسيد ولكن بتراكيز معينه او ب يعني تشاكيل معينه. هاي السكن بوستر. تمام. هلا بعدين رجعت الشركات شركه لشركه تزود عليها، الناس تزود عليها مواد ثانيه مثل ميزو، الناس تزود عليها جروث فاكتورز، الناس تقول حقنيها بالنوع الفلاني او بالخمس نقاط او ولكن هي هايلورونيك اسيد اللي هو موجود بجسمنا، والهدف منه ترطيب، الهدف منه تجميع الماء، الهدف منه إعادة حيوية البشرة. تمام. دكتور، هل يمكن أنه يقوم الطبيب ببناء تركيبة خاصة لإبرة النظارة غير متواجدة بالأسواق؟ يعني ممكن أنت تمزج بين عدة أنواع وتعطيها كإبرة نظارة، ولا لازم أخذ مستحضر طبي أعطيه كإبرة نظارة؟ أنا صراحة يفضل يجي من الشركة الأم، لأنه يجي بالتسجيل وافضل. احنا بالنسبه لنا احنا لا، انا افضل اني اروح مع الشركه الام، ولكن فيني اخذ من شركه منتج جميل واخذ من شركه ثانيه منتج واعمل انا كومباينيشن، ولكن ما اخلطه مع بعض، احقنها بديفرنت سرنج. تمام. هذا دكتور انت كطبيب، البيشن لما يكون رايح بده يختار ابره نظاره، كيف بده يميز بين انواع، بين علامات تجاريه، بين شو اللي عم يتسوق له بطريقه مبالغ فيها، وين بده يروح اخذ ابره، كيف بده يعرف هاي الاشياء؟ هلا بالفعل احنا صرنا فيها كل يوم عم ينزل شيء جديد، الابره المدري ايش والابره المدري ايش والابره المدري ايش. هلا الطبيب يقول لمريضه بالضبط شو بده، ابره نظاره. طبعا ابره النظاره هي المريض اللي هنهدف منها فقط نظاره البشره، يعني ما راح يعطيني فوليوم، ما راح يعطيني ليفتنج، ما راح يعطيني هذا الكلام كله. اوكي، قد يعطيني يوم او يومين ولكن ترجع طبيعتها. الاويرنس اوف ذا بيشنت، نعم المريض من حقه يسال طبيبه شو المواد اللي راح تستخدم لي يا دكتور. تمام. هل هي مسجله ولا لا يا دكتور؟ من حقه. كثير اطبائنا مرضاينا عفوا، اصلا انا مريض مرضاينا خليهم يصورون المنتج، اقول له انا استخدمت لك اليوم هذا المنتج، صوره اذا بدك. يعني المصداقيه ضروري بالاكيد صراحه، لانه يعني كثرت اليوم الابره المدري ايش والابره المدري ايش والابره المدري ايش. تمام. واحيانا في مسميات لابره، يعني بيروح البيشن بيسال اسم الابره، قد تكون ابره الدكتور كذا، يعني احنا ما بنعرف شو محتواها لابره الدكتور سين او عين من الناس. اكيد في صحيح عم تصير. هلا مثلا في هي السوشيال ميديا اللي صارت ريسنتلي، السوشيال ميديا عم يجيك المريض دكتور بدي، يقول ما اجاني اليوم الدكتور، بدي ابره الدكتور، راح يروح الدكتور نفسه، ولكن يقول لي بدي إبرة الكذا أو بدي الكذا أو بدي الكذا. هلأ عمليا إذا أجل عندي وريلي هيس كيس إتس ماتشينج أو نحتاج أو إنديكيتد، راح أمشي معها. طيب دكتور، هاي ما يتعلق بالنظارة، شو هي الإجراءات اللي بتعمل ليفتنج للوجه؟ ليفتنج، كلام جميل. اعتمادا على حجم الليفتنج اللي بدنا إياه واعتمادا على العمر. تمام. أوكي، نبدأ من الفيلر، مرورا بالخيوط، مرورا بالفات، مرورا بالجراحات. تمام. تعتمد على حد الحاله، من حاله لحاله تفرق. يعني عندنا نقدر نعمل ليفتنج للكونتور للجولاين والتشيكس والجولاين من احلى ما يكون، والتمبل اريا. فينا بعدين نعمل خيوط نعمل فيها ليفتنج كمان. الخيوط فيها انواع، فيها المونو، فيها البي دي او، في منها الكانيولا، في منها النيدلز، سو ديبندز اون. وبعدين يجي الفات، هو عباره نفس الشيء، يؤخذ من مكان من احد مناطق الجسم، يرجع يحقن، كمان يعطيني امتلاء وليفتنج. وبعدين يجي على دور الجراحين، احنا ما دخل فيها. اذا الحاله بالفعل تحتاج تقييم صح، يعني في حالات تجينا على الاعمار بغض النظر عن الاعمار، ولكن بالفعل لما تعملي انت بده هذا جراحات فيس ليفت او ميني فيس ليفت، هذا يتحول للجراح، هو حر هو وجراحه جوا مع بعض. تمام. دكتور، تداولت مؤخرا منصات التواصل الاجتماعي فيس ليفتنج لاحد المشاهير لجويل ماردنيان لما عملت الفيس ليفتنج، على اعتبار انه هو الاجراء مش جديد بعالم طب التجميل، صح؟ هو اجراء قديم. عشو اكثر شيء بتركز الفيس ليفتنج، وباي عمر فينا نعملها كجراحه؟ لانه صارت ترند، يعني صار كله بده يعمل فيس ليفتنج. راح احكي لك صراحه. اليوم اذا تلاقيني انا كطبيب عم ركز على سكين بوستر واخفف من حقن الفيلر في حالات عدم نحتاجها. إذا اهتمت الإمرأة فوق سن 18 أو الأنثى فوق سن 18 ببشرتها وبحياتها، نوصل لمرحلة 60 إحنا لسانا جيدين.
أين تتحول الجراحة؟ لما بالفعل على سبيل المثال، ولكن أنا مش جراح، ولكن على سبيل المثال لما تمسكي أنت الفولد 3 فولد in your hand خلاص هاي جراحية، ما في شيء بقوة الكون بيرجعها إلى جراحة. أنه بده هاي وين بدها تروح؟ بالخيوط حكي فاضي. هل اكسد سكن وين رايح؟ بده جراحي يشتغل له اياه، ما في شيء يعني. فانديكيشن على الفيزيكال اكزامينيشن. وفي ناس على فكره، في ناس عمرهم 60 سنه ما شاء الله عليهم احنا ما يكون هذا الجينيتك وايز، وفي ناس عمرهم ال 40 تلاقيهم متهدلين. هذا كمان هل هم تعرضوا للشمس، جيناتهم، لما يقول لك والله جيناته جيده، كمان الاعراق، في ناس اللي عرقه خلينا نقول بغض النظر عرقه كذا تلاقيهم صلبين. فمن من شخص لشخص جراحيا لما الجسم نفشل او ما نقدر نعمل له اي شيء بالطب التجميلي غير الجراحي هو يحول لجراحه، مثل جفون قطعت خيوط وفيلر يا اخي خلاص ات از اكسترا سكن، جراح حوله على جراح وخليه يشتغله، لا تتعب حالك معه، انا ارفع لك وانا انزل لك وانا الخيط يرفع 10 ايام ويرجع يهبط، لانه يعني عم يحط لك مع عضله قويه. فخلاص الجراح يشيله عباره عن ليترالي لوكال انستيزيا نص ساعه، يطلع المريض مرتاح وفور لونج تيرم.